طيب المجموعة الثانية، نشوف المجموعة الثانية في التصفيات أو العشر مجاميع في التصفيات الأفريقية. المجموعة الثانية تونس على قمة المجموعة بعشر نقاط، غينيا الاستوائية في المركز الثاني بسبع نقاط، زامبيا في المركز الثالث بأربع نقاط، موريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة. أعتقد تونس في طريق مفتوح برضو ناحية التأهل للمباراة الفاصلة، وبتفكر برضو في مسألة التصنيف إنها ما تنحدرش للتصنيف الثاني. أعتقد ده كل اللي شغل منتخب تونس في الوقت الراهن. صحيح، تقريبا نفس أجواء المنتخب المصري خلاص. بس هم موقفهم أفضل بكتير يعني في التنقيط يعني. أعتقد هم الثالث أفريقيا في الوقت على الحالي على مستوى التصنيف. أعتقد في المركز الثالث المنتخب. بعد الجزائر والسنغال. طيب نروح للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة طبعا مجموعة لسه معقدة لحد كبير ما بين نيجيريا والرأس الأخضر. نيجيريا في المركز الأول تسع نقاط، الرأس الأخضر في المركز الثاني سبع نقاط، جمهورية أفريقيا الوسطى في المركز الثالث أربع نقاط، ليبيريا في المركز الرابع بثلاث نقاط. نيجيريا يمكن عطلها شوية الهزيمة أمام جمهورية أفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة 1-0، كانت مفاجأة كبيرة جدا خسارة المنتخب النيجيري، لكن رجع وعاد وفاز 2-0. نيجيريا مهمتها سهلة، بس منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي منتخب متطور جدا، وصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2013 أعتقد قدام زامبيا، وعنده لاعبين بيلعبوا في دوريات أوروبية كبيرة، وفي لاعبين زي جينيني اللي كان بيلعب في الدوري السعودي من موسم، أعتقد مش عارف هو لسه في الدوري السعودي ولا لأ، مش متذكر دلوقتي. ولكن منتخب الرأس الأخضر منتخب متطور، مش هيكمل اعتقد منافسه مع منتخب نيجيريا. اعتقد نيجيريا ضمن البطاقه بشكل كبير، مرشحه بشكل كبير. طيب نروح للمجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه في المركز الاول ساحل العاج ب 10 نقاط، الكاميرون المركز الثاني ب 10 نقاط، ملاوي 3 نقاط، موزمبيق زيرو من النقاط. الصراع دي حرب شوارع يعني. حرب شوارع دي بين كوت ديفوار والكاميرون. صحيح، ساحل العاج والكاميرون وعندهم ماتش اخير، هو الماتش الاخير هو اللي هيحسم كل حاجه. فكوت ديفوار هتلعب في ساحل العاج، فاعتقد ده هو اللي هيكون، لان هما الاثنين هيكسبوا اعتقد الماتشين الجايين في ضوء المعطيات الحاليه، فاعتقد هتكون مباراه مشهوده جدا في الجوله الاخيره من التصفيات. عايز مين يصعد؟ عايز مين؟ يعني انا مش عايز نلعب كوت ديفوار ولا عايز ده ولا ده ولا عايز ده ولا ده، بس مش عايز نلعب كوت ديفوار يعني. ممكن عشان مش عايز نلعب كوت ديفوار يعني تلعب الكاميرون؟ لا العب الكاميرون عشان كمان الطار بتاعنا في 2017 بتاع الجابون، وفي نفس الوقت اعتقد ان كوت ديفوار اسهمها اعلى في الكره الافريقيه في الوقت الراهن يعني. صحيح. طيب نروح للمجموعه الخامسه. مجموعه طبعا المركز الاول مالي ب 10 نقاط، اوغندا ب 8 نقاط، كينيا بنقطتين، ورواندا في المركز الاخير بنقطه واحده. بتتلعب بين مالي واوغندا اعتقد المجموعه دي، واعتقد مالي ليها حظوظ اكبر في المجموعه. تمام. المجموعه السادسه. احنا السادسه مجموعتنا مجموعه منتخب مصر. طبعا مصر في الصداره ب 10 نقاط، ليبيا في المركز الثاني بست نقاط، الجابون اربع نقاط، انجولا نقطه واحده. مهمتنا اعتقد سهله جدا، احنا محتاجين نحصل نقطتين من الثلاث ماتشات، وعندنا فرصه ان احنا نتغلب الماتشين ونصعد لو ليبيا فقدت نقاط في يعني اتغلبت او تعادلت في اي ماتش من الماتشين الجايين، فاعتقد ان احنا مهمتنا سهله جدا. وان كنت احبذ ان احنا ناخد الست نقاط من انجولا والجابون عشان مساله التصنيف. طبعا اللي احنا طبعا نتمنى طبعا ناخد الست نقاط عشان موضوع التصنيف ويبقى موقفنا افضل في مباراه الاقصائيه. طب نشوف المجموعه السابعه. المجموعه السابعه جنوب افريقيا في المركز الاول 10 نقاط، غانا في المركز الثاني 9 نقاط، اثيوبيا 3 نقاط، زيمبابوي نقطه واحده. برضو مجموعه معقدة جدا لحد جنوب افريقيا كبير. وغانا، بس الماتش الاخير برضو نفس القصه، هتبقى من غانا وجنوب افريقيا. مش فاكر الملعب هيكون فين بالظبط، بس جنوب افريقيا وغانا كنا توقعنا هنا من حوالي شهر كده انه الاثنين دول هيبقى المنافسه بينهم شرسه جدا في ضوء التطور اللي بتشهده جنوب افريقيا بشكل متسارع، ولكن غانا برضو عندها الخبره الاكبر في التصفيات وفي الوصول لكاس العالم. طيب نشوف المجموعه اللي بعد كده. مجموعه طبعا تضم السنغال، توجو، ناميبيا، الكونغو. طبعا منتخب السنغالي ضمن الوصول للمباراه او للدور الاقصائي في المركز الاول بالعلامه الكامله 12 نقطه، توجو في المركز الثاني 4، ناميبيا 4، الكونغو 2. منتخب السنغالي زي ما بنتكلم منتخب قوي جدا جدا، ومجموعه بالنسبه له كانت مجموعه سهله، لكن مهم ان هو كمان بيكسب اربع مباريات 12 نقطه، دليل واضح ان هم عندهم منتخب قوي جدا، و
خلاص يعني من ضمن المرشحين حتى للوصول لكاس العالم القادم. والظروف متشابهه مع منتخب الجزائر بالظبط، ان المدرب اليو سيسي لاعب كبير سابق في منتخب السنغال، ليه تاريخ كبير، شارك مع السنغال في اكبر انجاز ليها اللي هو الوصول لدور الثمانيه في كاس العالم 2002 في كوريا واليابان، او الوصول لدور 16 في كاس العالم كوريا واليابان. اعتقد غير نجم بحجم ساديو ماني، نجم بحجم كاليدو كوليبالي، بلدي كيتا، نجوم كبيره جدا في بتلعب في اكبر دوريات اوروبا في اعلى المستويات، وفي مزج من الخبره والشباب بشكل كبير. اعتقد ان السنغال هو تاني اكتر منتخب ما بحبش اقابله بعد منتخب الجزائر. طبعا منتخب قوي جدا على مستوى، على المستوى الفني، على مستوى كمان الخبرات الموجوده فيه. خلصنا المجموعات كده، ده العشر مجموعات بس لسه نشوف مجموعات اللي جايه. طبعا في المجموعه اللي بتضم المغرب، غينيا بيساو وغينيا والسودان. طبعا تاني المنتخب المغربي العلامه كامله زي المنتخب السنغالي، علامه كامله، والوصول للدور الاقصائي. طبعا خلاص يعني المغرب كمان بتدل انها من المنتخبات القويه جدا جدا جدا. مرشح قوي. نشوف المجموعه قبل الاخيره، المجموعه التاسعه دي العاشره. طيب المجموعه الاخيره تنزانيا 4 نقاط في المركز الاول، 7 نقاط، تنزانيا، بنين، وكونغو الديمقراطيه، يعني تكلم 7 نقاط، 7 نقاط، 5 نقاط، 3 نقاط، مجموعه برضو مش باين لها ملامح. بس باذن الله اللاعب الاول من المجموعه دي، يعني باذن الله اللاعب الاول من المجموعه دي، يعني انا متفائل. يا رب. هي اسودت في وشنا كتير في التصفيات، فيعني ممكن ربنا يفتحها.